خلاف أسامة مروة وعائلة البيوتي، غيث مروان يكشف هوية العريس. برهوم وإسلام أفرو ينتقلان للسكن في فيلا. شاهدوا المزيد من التفاصيل. برهوم عراوي وإسلام أفرو بعد نشرهما فيديو وضحوا من خلاله أنهم قاموا باستئجار فيلا صغيرة، اليوم نشروا ستوريات عن نقلتهم إلى بيتهم الجديد. سر الثلاجة، السر الثلاجة ولسه ما نزلتش. ما بأثر. حكينا إنه رح ناخذ مفاتيح الخميس، بس هذا المقطع مصور من الخميس الماضي، يعني من الأسبوع يعني قبل راس. أنت أستوديو؟ شو بعرفني؟ تعال وراي، يلا تعال. يلا الحقنا، يلا الحقنا على البيت. يا معلم هاي دخلة في نيعي. هاي فاشل بخش من عندك. إيه جاد؟ يا ابني دخلة في وشي. لا الأغراض بعد دخلة الناس. خذ سلام. ولا ولا. غيث مروان في آخر فيديو قام بنشره اليوم كشف سر العريس المستقبلي، وهذا السر الذي حير المتابعين، حيث صرح مشورب بأنه في هذه السنة سيتزوج. وبهذا التصريح محمد مشورب يزيل الغموض عن هذه القصة. فما رأيكم بتصريح مشورب؟ ما تزوج، شو الأشياء الثانية اللي بدك تعملها؟ أتجوز. أنت ناوي؟ أنا مبرمج. خلاص. أوكي واو. داخل على الحامي. وبما أنه مشورب، بعد انتشار إشاعات حول وجود خلاف يجمع بين عائلة البيوتي وعائلة أناصالة بسبب عدم لقائهم في معظم المناسبات، أسامة مروة مؤخرا قام بالتعليق على آخر بوست نشره جلال أمارة يبارك له دخول السنة الجديدة، لكن جلال لم يقم بالرد. فما رأيكم بخصوص هذه الإشاعات؟ وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا كثير لدعمكم ومحبتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، حطوا لي لايك حلو مثلكم، بشوفكم بالفيديو الجاي.